خمس علامات مش موجودين غير في الاشخاص المسحورين، واعيذك بالله ان تكون منهم. كل اللي عليك انك انت هتحضر لك كوبايه ميه زي ديت وتعالى معايا. ازاي اعرف ان انا مسحور؟ وهي العلامات التي بتدل على الاصابه بالسحر، وافضل طريقه استخدمها لعلاج السحر المأكول والمشروب. اول العلامات اللي بتدل على اصابتك بالسحر اللي هو الامساك المزمن. في بعض الاشخاص مجرد ما ياكل اي اكله ولو خفيفه يبص يلاقي ان بطنه انتفخت، ويجي يعني سبحان الله يقعد لمده 3 ايام ما يقدرش ان هو يعمل حمام خالص نهائيا، ولو دخل الحمام يبص يلاقي ان في الام بتقطع بطنه، على الرغم من كل ذلك مش عارف يقضي حاجته او يعمل حمام. فالامساك المزمن والانتفاخ في البطن وكثره الغازات هي دي العلامه الاولى التي تدل على الاصابه بالسحر. فهل العلامه ديت موجوده عندك ولا لا؟ تعال بقى للعلامة التانية، وديت هنقولها بعد ما تدوس لايك وتعمل مشاركة وتكتب توكلت على الله وركز معايا. العلامة التانية هي ايه؟ دوست لايك وعملت مشاركة؟ جزاك الله خير. العلامة التانية اللي هو الصداع المزمن. دايما الشخص المصاب بالسحر بيعاني من صداع شديد جدا، بيمسكوا الصداع في مقدمة الجبهة هنا، ثم بعد ذلك يأتي الصداع بطنين في الأذن، ثم بعد ذلك يحس ان في شق راسه مش قادر ان هو يحركه نهائيا، ويلاقي ان دايما رقبته ممسوكة من الخلف. فالصداع المزمن وألام العينين وألام الراس والشقيقة من العلامات التي تدل على الإصابة بالسحر. وما تقلقش، هنعمل رقية في المقطع ده هتخفي كل الأعراض اللي انت بتعاني منها سواء الإمساك أو الشقيقة. فهل حد فيكم عنده العلامة التانية؟ اللي عنده العلامة التانية اكتب لي في التعليقات لو سمحتم عشان أشوف تعليقك وأرد عليك. تعالوا بقى نتكلم في العلامة الثالثة، وهي علامة مهمة جدا. العلامة الثالثة يا سيدي الكريم ان هي هتلاحظها في زوجتك، ان في كدمات زرقاء بتطلع في منطقة الرجلين، على الرغم ان زوجتك ممكن ما تكونش اتخبطت في السرير ولا حاجة، ومع الكدمات الزرقاء ديت آلام شديدة جدا مع الركبة، مع خشونة ايضا في الركبة، ودايما تبص تلاقي ان قدم زوجتك مشققة. الموضوع مش موضوع املاح ولا اي شيء، ما بتاكلش املاح، ما فيش اي شيء اساسا بيجيب معاه نتائج في الشوق او في يبسية القدم عندها، ودايما لما تيجي تمشي تحس ان في شكة بتكون موجودة في رجليها، وربما ان يطلع عليها عين سمكة او يطلع عليها مثلا تشققات فظيعة. فالام الركب والمفاصل والكدمات الزرقاء لما تطلع في الرجلين والتشققات اللي موجودة في القدم دي من العلامات التي تدل على السحر. فخليني اسأل السؤال ده، العلامة الثالثة ديت موجودة عندك ولا لا؟ يا ريت لو العلامة الثالثة دي موجودة عندك تكتب لي ايوه العلامة الثالثة موجودة عندي، ويا ريت ان احنا ندوس لايك ونعمل مشاركة يا شباب. واللي مركز معايا لحد دلوقتي يقول لي توكلنا على الله، ايه هي العلامة الرابعة؟ بالنسبة للعلامة الرابعة يا اخي الكريم، وهي علامة مهمة جدا، انك انت تجد ان الشخص المسحور دايما يشوف احلام، والاحلام دي مش كويسة. يشوف نفسه ان هو بيجري في المقابر ومش عارف ان هو يخرج من المقابر، انت مسحور. تشوف نفسك انك انت بتاكل اكلة سواء الاكلة ديت فيها شعر او فيها دود، او انك انت بتسحب شعر من بقك، او ان في حد بياكلك اكله غصب عنك، او ان في كلب اسود بيعضك، او ان في ثعبان بيعضك، ثم تستيقظ من النوم تلاقي الام العضه، او تلاقي ان نفسك غم عليك، فتعرف انك انت مسحور، وهي دي العلامه الرابعه. قبل ما نروح للعلامه الخامسه انا عايزك انك انت تكتب لي اللهم صل على محمد وال محمد عشان نعمل رقيه خفيفه كده مع بعض، وتقول لي هي العلامات اللي موجوده عندك. العلامه الخامسه ان دايما يعني سبحان الله بيكون في نفور على مستوى الحياة الاجتماعية. الشخص المسحور من العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالسحر ان هو ينعزل عن المجتمع، ينطوي على نفسه ويحبس نفسه في أوضة، يجد ان الصلوات فيها ثقل شديد جدا، لا يحب ان هو يستمع للقرآن الكريم، ولا يحب فعل الخيرات، ودايما عنده خوف واكتئاب، ودايما حزين وخايف من المستقبل، وخايف من كل شيء في الحياة، فناظر للحياة نظرة سوداوية. دول خمس علامات بتدل على الإصابة بالسحر، وأنا ما حبيتش إن أنا أطول كتير جدا في العلامات ديت، لأن في حاجة مهمة جدا هننتقل ليها وهي القراءة مع بعض عشان نزيل أعراض السحر اللي موجودة عندك. فأنا عايزك كل ما عليك إنك أنت هتحضر كوباية مية زي دي. هتحط كوباية المية دي قدامك، اللي حضر كوباية المية من البداية البث يقول لي أيوه أنا حضرتها، فمين فيكم حضر كوباية المية يا شباب؟ ها؟ طيب. اذا انا عايزك انك انت توقف مقطع الفيديو ده لمده دقيقه بس، وعايزك انك انت تروح تتوضى كده وضوء خفيف وتستمع للايات اللي انا هقراها. فمين فيكم هيروح يتوضى دلوقتي؟ خلاص حضر كوبايه الميه، ولو اتوضيت اكتب لي انا اتوضيت وحضرت الميه، واستمع معايا الان واديني تركيزك وانتباهك، وهرد عليك في التعليقات.
فياريت يا شباب فضلا وليس امرا، المقطع ده مهم جدا، عايزك انك انت تدوس على زر اللايك اللي موجود قدامك ده وتعمل مشاركه ليه وتشاركه لاصحابك واصدقائك ضروري. بارك الله عز وجل فيكم. اللي جاهز بقى يستمع معايا للايات يركز معايا في القراءه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله. تنتفخ المعدة الآن بأمر الله. تنتفخ المعدة الآن ويحضر كل من يسكن بها. تنتفخ المعدة الآن ويحضر كل من يسكن بها. يسحب كل من يسكن في هذا الجسد للقدم اليسار. أنا عايزك تكتب لي دلوقتي في التعليقات، هل المعدة بتاعتك فعلا انتفخت ولا لا؟ وهل فعلا حسيت ان في قرقعة او اصوات حصلت في معدتك؟ وكل شخص معدته انتفخت يقول لي في التعليقات لو سمحتم يا شباب، مش هتخسر اي حاجة لما تكتب ايوه انا فعلا معدتي انتفخت. ها طيب يلا عشان نرد على التعليقات نكمل مع بعض، وعايزك بقى انك انت تغمض لعينك في الايات الجاية ديت عشان هيحصل عندك ازالة للصداع اللي كان موجود في الرأس، ازالة للالم اللي موجودة في الركب والمفاصل، إزالة للمغص اللي كان موجود في معدتك، وإزالة للألم اللي كانت موجودة في الظهر، وهتكتب لي والله فعلا خف الألم. يلا جاهزين؟ توكل على الله وغمض عينك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وفجرنا فيها من العيون بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. بسم الله.
انا عايزك تشرب الماء اللي موجوده امامك ديت، شوف طعمها هيكون ايه. قول بسم الله. اي حد فيكم شربها ولقى ان في مراره شديده جدا او كانها طالعه من تحت الارض يكتب لي في التعليقات، واللي لقاها مسكره يكتب لي في التعليقات. مش هتخسر حاجه لو سبت الرقيه ديت على صفحتك الشخصيه. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك وحسناتي. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.